جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، لأخواننا وأخواتنا أبناء البوادي علينا واجب كبير، كيف نؤدي ذلكم الواجب ولا سيما في مجال التوعية بأمور الدين يحفظكم الله؟ لا شك أنه واجب على المسلمين أن ينشروا هذا الدين وأن يقوموا بتعليم الجهال البادية وفي غيرها، لأن هذه مهمة هذه الأمة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذا واجب على الأمة عموما وعلى أهل العلم خصوصا أن يقوموا بذلك، وأن يبصروا إخوانهم وأن يعلموا الجهال، بل عليهم أن يدعوا الكفار إلى الدخول في الإسلام مهما أمكنهم ذلك، فإن قصروا فإنهم آثمون وهم يقدرون على القيام بهذا الواجب. ويجب على الذين يشتغلون بالدعوة إلى الله عز وجل، وهم كثير في هذا الوقت والحمد لله، يجب عليهم أن يهتموا بهذا الأمر وأن يذهبوا إلى هذه البوادي وإلى هؤلاء الناس البعيدين عن العلم، وأن يعلموهم دين الله سبحانه وتعالى ويفقهوهم في دينهم. هذا هو الواجب عليهم. أما أن يقتصر مجهودهم في المدن وفي الحاضرة التي قد تكون في غنى عن كثير من مجهوداتهم، فإن هذا تقصير عظيم. عليهم أن ينتشروا في هذه البوادي وفي هذه القرى وفي هذه الأمكنة المحتاجة، وأن يقيموا فيها ما تيسر من الأيام ومن الشهور حتى يفقهوا هؤلاء في دين الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض القرى، بعض البوادي قد لا يصل إليها الداعية إلا بمشقة كبيرة وعن طريق استخدام الدواب. هل من كلمة الشيخ صالح؟ نعم، يجب ما دام يمكن الوصول إليهم ولو عن طريق الدواب فإنه يجب السعي إليهم بكل وسيلة ممكنة ولو كان في ذلك مشقة، فإن الأجر أعظم عند الله سبحانه وتعالى، وهذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم.